تصرفات كتيرة وقرارات كتيرة ورؤى كتيرة ما تنجحش غير بالحكمة، بحكمة الإنسان. والحكمة دي الحقيقة يعني كانوا زمان يوصفوها بالشعر الأبيض، واحد لما شعره أبيض، شعر رأسه أبيض، يبقى إنسان حكيم. طبعا قصة داود، قصة أيوب الصديق وأصحابه وصديقه الشاب اللي جه يتكلم وياه واللي كان أكثر حكمة من الأصحاب التانيين، بتبين عكس كده. لكن موهبة الإفراز وموهبة الحكمة شيء نحتاجه في حياتنا اليومية باستمرار. الإنسان الحكيم، اسمع كده في سفر الأمثال يقول سليمان الحكيم: إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من الطريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بأكاذيب. إذا دخلت الحكمة قلبك، وطبعا احنا دايما نتكلم عن الحكمة وأقنوم الحكمة، رب شخص ربنا يسوع المسيح اللي كل ما الإنسان اقترب إليه كل ما ازداد حكمة. وده فلسفة كنيستنا وهي بتدينا في قوانيننا الروحية، إن نقرأ الإنجيل كل يوم، نصلي كل يوم، عشان أبقى متلاصق باستمرار مع شخص المسيح. يوم الإنسان يحاول أن يكتسب هذه الحكمة في حياته اليومية وفي قراراته. قديس أنبا أنطونيوس يقول لأولاده في وصاياه الجميلة عن موهبة الإفراز: يا أحبائي، اطلبوا نهارا وليلا لكي تأتي عليكم موهبة الإفراز هذه. إزاي الإنسان يكون حكيم؟ إزاي يقول الكلمة في مكانها؟ إزاي يقول القرار في مكانه وفي وقته؟ القديس أنطونيوس يسمي دايما الإفراز عين النفس، العين بتاعت النفس، العين الجوانية اللي بتقدر تميز، اللي بتقدر تفرز، اللي بتقدر تمتحن كل شيء. ولما سألوا القديس أنبا مقار ماذا يعمل الإنسان المخدوع بإعلانات شيطانية، ما هو الشيطان ممكن يسأل الواحد ويخدعه بشوية إعلانات، فرد إجابة لطيفة قوي: يحتاج الإنسان لذلك الأمر إلى إفراز كثير ليميز بين الخير والشر، كما يميز الحنك الفم الخمر من الخل وإن كان متشابهين في اللون. واحد محتاج هذا في الحياة اليومية، إمتى يتكلم، إمتى يسكت، إمتى يثير موضوع، إمتى لا يثير موضوع، إمتى يحكم أو يحكم على شيء أو ياخد قرار في شيء. النعمة هي التي تساعد الإنسان في هذه الحكمة.